قلنا غياب الأرندي عن المبادرة، كل واحد عنده تحليله وعنده الرؤية تاعه وكل واحد حر، نحن لا نتكلم عن الآخرين. نحن في تاج نقول ما زال ما راحش الحال، لذلك قلنا ما دام المبادرة مبادرة الجدار الوطني التي انطلقت يوم 30 مارس، بما أن هذه المبادرة راهي مفتوحة للجميع من غير استثناء حتى المعارضة، فكيف نحرم منها الأرندي؟